يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المحقق في الحاشية كلاما نقله عن الشيخ صديق حسن خان، وفي هذا الكلام نص أنه لا معبود إلا الله، ثم لا هذا نقص، هذا نقص من صديق رحمه الله ما انتبه له، لا معبود بحق، لازم كلمة بحق. نعم، ربما يكون خطأ مطبعي ما ندري، وهذا أصل ما اطلعنا على المخطوطة في كتاب صديق، لكن على كل حال هو خطأ هذا. نعم.